بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل ان شاء الله النهارده الجزء الثاني من الـ MED System. كنا اتكلمنا في الجزء الاولاني عن الـ Basics بتاع الطريقه او الـ Principle بتاع الـ Operation بتاع الطريقه، وعملنا لها Classification على حسب التقسيمات المختلفه اللي كنا خدناها في الاول في المحاضره الاولانيه، تبعا لنوع الطاقه المستخدمه، تبعا لنوع ايه اللي بيحصل له Separating، هل الـ Water ولا الصلب، طبعا لو هي طاقة بتستخدم الطاقة الشمسية تبقى دايركت ولا اندايركت زي ما قلنا. وبعد كده اتكلمنا على البرنسبل بتاع التشغيل نفسها، وقلنا هي بتتكون من مجموعة من الافكتس. أهم حاجة أو أهم أو العامل الأساسي في تشغيل الافكتس ديت إن بيبقى فيه بريشر ديفرنس ما بين كل افكت والافكت اللي يليه، وبالتالي بيتبع ذلك إن بيبقى فيه تمبريتشر ديفرنس ما بين الافكت والافكت اللي بعده، ماشي. وبالتالي وبحافظ ده طبعا بعمل فاكيوم او بحافظ على فرق الضغوط ده عن طريق ان انا بعمل فاكيوم ما بين كل افكت والافكت اللي بعده، لغايه ما اوصل للافكت اللاست افكت خالص اللي هو بيبقى فيه اقل ضغط موجود عندي، ماشي، في حين ان اعلى ضغط بيبقى موجود في الافكت الاولاني. وسيله التسخين في الافكت الاولاني بتبقى عباره عن ستيم جاي من اي اكسترنال سورس. وسيله التسخين في بقيه الافكتس ما بقى من الافكت الثاني للافكت رقم ان بتبقى عن طريق البخار اللي متكون في الافكت اللي قبله، يعني لما بسخن في الافكت رقم 3 يبقى عن طريق البخار المكون في الافكت رقم 2 وهكذا، لو بسخن في الافكت رقم ان يبقى عن طريق البخار اللي بيتكون في الافكت رقم ان ناقص 1. بعد كده بعد ما شفنا التقسيمه واستعرضنا بعض الاشكال اللي بتوضح شكل الاداء بتاع الام اي دي سيستم وبيتم ازاي، قلنا ان في بعض التقسيمات خاصه بال ام اي دي سيستم. كانت اول تقسيمه بتبنى على شكل الفلو داخل الافكتس المختلفه. التقسيمه ديت كان قلنا بتتقسم لثلاث انواع. اول حاجه خدناها اللي هي النورمال فلو او الفورورد فلو، وشفنا ان الميه والبخار بيبقوا داخلين في نفس الاتجاه بدايه من الافكت رقم واحد لغايه الافكت رقم ان، وقلنا دي بتبقى انسب طريقه بتستخدم في محطات تحليه. النوع الثاني اللي هو الكاونتر فلو. في الكاونتر فلو بيبقى عندي في الاتجاه بتاع دخول الميه الفيد ووتر عكس اتجاه الستيم او البخار او الفيبر المتكون، يعني البخار بيتكون عندي في الافكت رقم واحد وبعد كده ينتقل للافكت رقم اثنين للافكت رقم ثلاثه وهكذا، في حين ان الاتجاه بتاع الفيد ووتر بيبقى من الافكت رقم ان بيبدا من لاست افكت، ماشي، وهكذا في الاتجاه بقى لان ناقص واحد لان ناقص اثنين لان ناقص ثلاثة لغايه ما اوصل للافكت رقم واحد. فهنا بيبقى فيه ريفرس فلو ما بين الاتجاه بتاع الفيبر والاتجاه بتاع الفيد ووتر او الميه اللي داخله في البدايه. بعض الحاجات قبل ما نشوف الشكل كده، بما ان انا عندي الفلو بتاع الميه بيبدا من الاخر والميه كل ما تدخل جزء منها بيتبخر يبقى كميه الميه بتقل، معنى ان كميه الميه بتقل يبقى الكونسنتريشن بتاعها بيزيد، يبقى انا هنا كده الكونسنتريشن هيبقى اقل ما يمكن في اخر افكت واقصى ما يمكن في اول افكت، ودي كان عكس الايه الترتيبه الاولانيه، يبقى اعلى تركيز هيبقى في الفيرست افكت واقل تركيز هيبقى موجود في اللاست افكت او الافكت اللي هو اخر افكت بتدخل من عنده الميه. الحاجه الثانيه، الميه لما تدخل من اللاست افكت وتدخل الافكت اللي قبله اللي قبله اللي قبله يبقى هي هنا ماشيه من الضغط الاقل اللي هو موجود في اللاست افكت للضغط الاعلى، وبالتالي عشان اعمل الفلو ده عشان انقل الميه من ضغط منخفض الى ضغط عالي يبقى محتاج ان انا يكون عندي بامب موجوده عشان تعمل درايف للفلو داخل السيستم بتاعي. دي برضه ما كانش موجود هناك لان كان هناك الميه بتيجي من الافكت اللي ضغطه اعلى للافكت اللي ضغطه منخفض، في حين ان هنا لا، ده الميه هتبقى ماشيه من الافكت اللي ضغطه منخفض للافكت اللي ضغطه اعلى، وبالتالي يبقى لازم يكون عندي حاجه محركه للميه او تعمل بامبنج للميه، يبقى لازم يكون موجود عندي بامب داخل السيستم بتاعي. وبالتالي بما ان انت بتتحرك من ضغط اقل الى ضغط اعلى يبقى درجه الحراره بتاعتك برضو نفس الكلام بتزيد، او درجه حراره الميه بتبقى موجوده هنا عند درجه حراره قليله وبعد كده تبدا تتحول الى درجه حراره اعلى وهكذا، ماشي. وبالتالي زي ما قلنا الافكت بتاع اللاست او اللاست افكت بيبقى فيه او needed to preheat to the boiling water، لان انا عندي الميه زي ما قلت داخله عند اقل ضغط موجود، ماشي، لما بتيجي بعد وبالتالي دي اقل درجه حراره،
لما بتنتقل بعد كده هتنتقل لضغط اعلى ودرجه حراره اعلى، وبعد كده ضغط اعلى ودرجه حراره اعلى، وهكذا، لان انا ماشي عكس الايه، من الضغط الاقل للضغط الاعلى. الحاجه الثانيه في الكاونتر فلو كمان ان انت، ودي مهمه قوي اللي هي في الجزء ده برضو، اللي هو عمليه الفلاش. انا لما كانت الميه بتيجي من الافكت اللي ضغطه اعلى للافكت اللي ضغطه منخفض، يبقى معنى كده ان بيحصل بريشر دروب، ولما يحصل بريشر دروب يبقى بيتكون عندي فلاش موجود هنا، يعني في جزء من البخار بيتكون نتيجه الفلاشنج وجزء تاني نتيجه عمليه الايفابوريشن او عمليه التبخير، عمليه الغليان. لكن لما اكون انا شغال في الكاونتر فلو، لا انا جاي من ضغط منخفض الى ضغط اعلى، وبالتالي ما فيش امكانيه ان في بخار يتكون نتيجه الفلاش، كل البخار هيتكون نتيجه البويلنج او نتيجه الغليان بس. ماشي. الكاونتر فلو بيبقى مفضل في الهاي كونسنتريشن والهاي فيسكوستي فيد ووتر. لو انا عندي ميه المصدر بتاعي المتاح ليه ان انا اخد منه الميه اللي عندي دي كونسنتريشن فيها عالي، يعني مثلا لما بنشوف البحر عندنا، مثلا البحر الاحمر متوسط التركيز فيه 45000 بارت بالملي، البحر المتوسط متوسط التركيز فيه 35000 بارت بالملي، يبقى في حوالي 10000 فرق، وبالتالي الفوسكوس بتاع الميه بتختلف. فانا لو عندي الميه بتاعتي اللي انا هدخلها الفيد ووتر بتاعتي الكونسنتريشن بتاعها عالي والفوسكوس بتاعها عاليه، بيبقى السيستم ده مفضل في الحاله دي. ماشي. وان كان زي ما قلت دايما في محطات التحليه الاكثر شيوعا هو السيستم الاولاني اللي هو الفورورد فلو. ماشي. عشان كده السيستم ده غالبا بيستخدم في، مش في محطات التحليه، ولكن بيستخدم في الكيميكال بروسيس او عمليات اللي هي لما اكون بفصل اي مواد او بفصل اي ابخره عن مواد، عن المواد الكيميائيه عايز افصلها، عايز افصلها عن بعضها، فبيبقى مفضل السيستم ده في الحاجات دي، لكن غالبا في محطات التحليه بيبقى الافضل هو الفورورد فيه. دي الشكل بتاع السيستم قدام اهو، نشوف الكلام اللي احنا بنقول عليه. لما اجي اشوف ادي عندي هنا السهمين بيقابلوا بعضها، يبقى انا عندي هنا زي ما قلت في ريفرس فلو، دي السهم او دي الاتجاه بتاع البراين فلو او السي ووتر فلو او الفيد فلو، ودي الاتجاه بتاع الفيبر فلو. لو بدات مع اتجاه الميه ادي الفيد ووتر زي ما قلت، هتبدا من اللاست افكت، الافكت رقم ان، وبعد كده تنتقل للافكت رقم ان ناقص 1 للافكت رقم ان ناقص 2 لغايه ما اوصل للافكت رقم 1، والبرايم بتاع اللي هيحصل له ريجكتد او هيحصل له ريسيركليتد هيطلع من الافكت رقم 1، يبقى ده الاتجاه بتاع الميه. حين ان الاتجاه بتاع الفيبر ادي الهيتنج ستيم اللي انا بستخدمه في الافكت رقم 1، بيعمل عمليه توليد للبخار وبعد كده يتكثف ويرجع تاني للغلايه او للسولار كوليكتور او جهاز التسخين اللي انا بستخدمه. البخار اللي هيتكون من الافكت رقم 1 هيبقى زي ما قلت قبل كده هيتنج سورس للافكت رقم 2، يعمل توليد للبخار وبعدين يتكثف ويبقى بالنسبه لي هو ديستيلد ووتر. البخار اللي هيتكون في الافكت رقم 2 هيبقى هيت سورس للافكت رقم 3، يعمل توليد للبخار وبعدين هو يتكثف ويتجمع تحت، في حين ان البخار اللي اتكون يبدا ينقل للافكت اللي بعده وهكذا. يبقى كده اتجاه الفلو بتاع الفيبر واخد الاتجاه ده من الفيرست افكت في اتجاه اللاست افكت. اتجاه الديستيلد ووتر نفس الكلام، من الافكت رقم 2 لغايه الافكت رقم 3 وهكذا، بيتجمع واخد نفس الاتجاه ده، في حين ان عكس الاتجاه ده هو الاتجاه بتاع الفيد ووتر او الفيد سي ووتر اللي هي باديه من الافكت رقم ان زي ما قلنا لغايه ما توصل للافكت رقم 1. زي ما قلت في الشرح ان هي بتبدا من الافكت رقم ان اللي ضغطه اقل، عشان تنتقل من الافكت رقم ان اللي ضغطه اقل للافكت رقم ان ناقص 1 اللي ضغطه اعلى منه، يبقى انا لازم اعمل بامبنج للميه هنا. ماشي. بما انها بتنتقل من ضغط عالي لضغط منخفض، يبقى عمليه تكوين البخار نتيجه الفلاشنج مش موجود، لكن البخار هيتكون نتيجه الفلاشنج لما كانت بتنتقل من الضغط المنخفض الى الضغط الايه؟ الاقل، وهكذا. فدي الشكل اللي بيوضح الكاونتر فلو او الباك وورد فيد مالتي افكت ايفابوريشن. النوع الثالث اللي هو البارلل فلو. مقصود بكلمه بارلل فلو ان الميه هنا او الانديكيت ان اتش افكت هاز نو اندبندنت فيد ووتر انلت اند زي ار فيدنج بارلل. يعني الميه زي ما هتشوف على الرسمه دلوقتي، الميه بيتم تجزئها، ما بتنتقلش من كل افكت للافكت اللي بعده، لا ده هي بتتوزع بارلل او بتتوزع توازي على كل الافكتس في نفس الوقت زي ما هنشوف على الرسمه دلوقتي. يبقى انا عندي كميه الميه اللي داخله هبدا ادي جزء منها للافكت رقم 1، جزء منها للافكت رقم 2، جزء منها للافكت رقم 3، وهكذا لغايه ما اوصل للافكت رقم ان.
ماشي. نفس الكلام، بما ان انت هنا ما فيش الميه ما بتنتقلش من افكت لافكت، يبقى انا مش محتاج بامب، يبقى نو في او نو نيد تو بامب هنا، لان انا مش محتاج ان الميه هتنتقل من ضغط الى ضغط. هي الميه ما بتنتقلش من افكت لافكت، هي على طول بتتوزع من السورس او من الانبوت على كل الافكتس في نفس الوقت، وفي النهايه بيتبخر منها جزء والباقي بيتجمع في النهايه ويتم طرده، يبقى هو ده البرايم بتاعه او السوليوشن بتاعه. ماشي، وهنشوف الكلام ده برضه على الرسمه دلوقتي. ماشي، زي ما بقول معظم العمليات الووتر تريتمنت او عمليه تحليه الميه بيبقى الاساس فيها زي ما قلت هو السيستم الاولاني اللي هو الفورورد، في حين ان بالنسبه للريفرس فلو او البارلل فلو غالبا ما بيبقوش متاحين او غالبا ما بيتمش استخدامهم في محطات تحليه الميه، وزي ما قلت لان كفايتهم بتبقى منخفضه بالمقارنه بالسيستم الاولاني، فبيبقوا مفضلين في بعض الطبقات الاخرى بخلاف عمليات الايه التحليه. على سبيل المثال البارك فلو زي ما هو بيقول هنا هو ايزي او غالبا بيستخدم في عمليات الفروجن، ماشي، وعمليات التجميد في مصانع المجمدات والحاجات دي، والتاني برضه بيستخدم زي ما قلت في عمليات الكيميكالز. فهو الانسب واحد في محطات التحليه هو التقسيمه الاولانيه او السيستم الاولاني اللي هو الفورورد فلو او النورمال فلو. ادي شكل اللي احنا قلنا عليه اللي هي التقسيمه الثالثه اللي هو البارل فلو. الفيد ووتر هنا جايه اهي بتبدا تتجزأ، جزء للافكت رقم ان، جزء للافكت رقم ان ناقص واحد، جزء للافكت رقم ان ناقص اثنين، وهكذا لغايه اخر جزء بيروح للافكت رقم واحد. اتبخر الجزء، اتبقى الجزء الميه المالحه اللي هتتجمع من الافكت رقم واحد مش هتنتقل لاي افكت ثاني، ده بتطلع على طول على الطرد، واللي طالع من الافكت رقم اثنين، واللي طالع من الافكت رقم ثلاثه، واللي طالع من الافكت رقم ان، كل دي بيتجمع ويبقى بالنسبه لي هو البرايم. يبقى هنا الميه ما بتعديش على كذا افكت، لا هي على طول تدخل افكت واحد وبتنطرد من نفس الافكت على طول. ماشي، نفس الكلام عمليه التسليم بالنسبه للفيبر، الهيتنج ستيم الاساسي اللي انا جايبه، اللي انا بعمل عمليه التسليم في الافكت رقم واحد وبعد كده بيتكثف ويرجع تاني يعمل الدوره بتاعته، في حين ان البخار اللي اتكون في الافكت رقم واحد يبدا هيت سورس الافكت رقم اثنين، يعمل عمليه التبخير وبعدين يتكثف، نفس الكلام اللي طلع في الافكت رقم اثنين ينتقل للافكت رقم ثلاثه، يعمل عمليه تبخير ويتكثف، يبقى يتجمع في النهايه دي خالص كل ده الديستيلد او البرودكت بتاعي، في حين ان كل البخار بيتجمع ويتنقل من كل افكت للافكت اللي بعده وهكذا زي ما احنا شايفين. دي بنقول عليها اللي هي البارلل فلو، ماشي، او البارلل فيد مالتي افكت ايفابوريشن. التقسيمه اللي فاتت دي زي ما قلنا كانت شكل او بتعتمد على شكل الفلو. في بعض التقسيمات الاخرى، ماشي، للام اي دي سيستم، ماشي، على شكل الاكويبمنت بتاعتها او شكل نوع المعدات المستخدمه وعمليه الترتيب او تجميع المعدات مع بعضها، ماشي، بالنسبه للايفابوريتور او كده. فمن ضمن الحاجات ديت ان انا مثلا في تقسيمه ثانيه according to the arranging direction of the evaporation tubes، ماشي، التيوبس بتاع الهيت اكسشنجر تركيبتها مع بعضها ايه؟ هل هي vertical tube evaporator الانابيب كلها انابيب راسيه، ولا horizontal tube evaporator اللي هي باختصار اللي احنا عاطينه بي تي اي او اتش تي اي، لا vertical tube evaporator او اتش تي اي اللي هي horizontal tube evaporator. دي من ضمن التقسيمات بالنسبه للكويل بتاعي او الترتيبه بتاع الانابيب بتاع الايفابوريتور، هو هي متقسمه ازاي او موضوع بالنسبه لبعضها ازاي. القسمه الثانيه مثلا according to the flowing type of feed water it can define the as forced convection evaporator ولا film type evaporator. الميه لما بتنزل على الايفابوريتور هل هي بتنزل بس تحت الفلو كده او فيلم نازل عليه وخلاص وبتتجمع تحت، ولا بيبقى في حاجه بتعمل لها forced circulation على شكل الانابيب او على الانابيب بتاع الايفابوريتور عشان تزود معدل التبخير من الميه اللي هيحصل فيها. احنا دايما متعودين ان في حاله الفورسد بتبقى عمليه المعامله بتاع الحراره اكبر، وبالتالي معدل كميه الحراره اللي هيطبخها هيبقى اكبر. يبقى دي تقسيمه لشكل الفلو بتاع الميه على المواسير بتاع الايفابوريتور، هل هي فورس كونفكشن ايفابوريتور ولا فيلم تايب ايفابوريتور. الفيلم تايب ايفابوريتور نفسه ممكن يتقسم تاني كلاسفايد از كلامبنج فيلم ايفابوريتور ولا فولينج فيلم ايفابوريتور. According to the flowing direction of the feed water. ماشي، الاتجاه بتاع الفيد ووتر ازاي؟ هل الميه طالعه من بيحصل لها تقليب بتطلع لاعلى او في اتجاه عكسي، ولا الميه نازله من فوق من اعلى الى اسفل زي ما من السبريدر او الرشاشات اللي موجوده فوق نازله الى اسفل بالشكل ده. الفولينج فيلم ايفابوريتور كمان ممكن يتقسم زي ما قلت، يا اما المواسير بتاعته تبقى فيرتيكال تيوب فولينج فيلم او هوريزونتال تيوب فولينج فيلم. ماشي، according to the structure
كومبينيشن اوف اول ذا افكتس، الافكتس نفسها مترتبه مع بعضها ايه؟ هل جنب بعضها افقي هورزونتال ولا مترتبه فوق بعضها شكل تاور اللي هو بنقول عليه التاور او الفيرتيكال اللي هو التاور تيوب ايفابوريتور. ماشي؟ زي ما قلت الفيرتيكال تيوب والهوريزونتال تيوب كمان كان بي ايه كومبايند تو ذا تاور تيوب ايفابوريتور، اللي هو بالنسبه للافكت نفسها لها تركيبه، والتركيبه بتاع الانابيب نفسها لها تركيبه ثانيه. زي ما قلنا في تقسيمه بالنسبه لشكل الانابيب هي فيرتيكال ولا هوريزونتال، ونفس الوقت الافكتس مع بعضها هل هي هوريزونتال مع بعضها ولا كومبايند ايفابوريتور او تاور ايفابوريتور. دي كده التقسيمات المختلفه بالنسبه لكل الانظمه بتاع الام اي دي سيستم، للمعدات بتاعتها او شكل تركيبه المعدات مع بعضها او شكل الفلو زي ما قلنا. ماشي؟ فدي كلها التقسيمات المختلفه للام اي دي سيستم فيكس او ارينجمنت او الارينجمنت بتاعتها. طيب هعمل ايه بعد كده وهنتكلم في ايه بعد كده؟ دلوقتي احنا كده خلصنا الجزء بتاع البرنسبل بتاع الطريقه وازاي بتشتغل والتقسيمات والتصنيفات بتاعتها المختلفه والتقسيمات المختلفه، ماشي، تبع لمجموعه بارامترز مختلفه زي ما قلناها قبل كده. اللي انا هعمله دلوقتي ان احنا عايزين نعمل البرفورمانس بتاعها، فهعمل ديفلوبمنت لماثيماتيكال موديل لسنجل افكت، يعني هاخد بس ان انا عندي سنجل افكت واحد، وازاي اعمل الاناليسيز الماس بالانس والماتيريال بالانس والهيت بالانس عليه، واحسب الاداء بتاعه ازاي والمعادلات الحاكمه بتاعته ازاي. فعشان تبقى العمليه بالنسبه لي بسيطه انا هاخد افكت واحد بس واعمل عليه الاناليسيز كامل زي ما هنشوف في الجزء ده، وهنكمله في الجزء اللي جاي الجزء الثاني. الشكل اللي هيجي بعد كده هيبقى ممثل دايجرام لسنجل افكت ايفابوريتور. في السنجل افكت ايفابوريتور دي الكومبوننتس اللي بيتكون منها هي عباره عن ايه؟ عباره عن الايفابوريتور والكوندنسر او الفيد بري هيتر او الكوندنسر، اللي انا بما ان انا عندي افكت واحد بس يبقى البخار اللي هتكون فيه محتاج حاجه تعمل له عمليه كوندنسيشن او عمليه تكثيف، عشان كده عندي الايفابوريتور هو اللي هيحصل تبخير للبخار، والجزء الثاني اللي هيعمل تكثيف للبخار المتولد اللي هو الكوندنسر. طيب الايفابوريتور كونسيستر اوف اللي هو ان ايفابوريتور كوندنسر زي ما قلنا قبل كده هيت اكسشنجر تيوب، ماشي، بيبقى عندي اللي هو بيقول الفيبر سبيس، الجزء اللي هيبقى متكون فيه او بيحصل فيه الفيبر سبيس، ماشي، ما انا عندي الميه موجوده جزء منها بيشغله الفيبر اللي هو الجزء اللي هيبقى فوق، والجزء الثاني اللي يبقى في الميه اللي هي ما يحصلهاش ايفابوريتد او الان ايفابوريتد ووتر، الميه اللي هي موجوده تحت اللي بتغلي موجوده تحت، جزء منها غلي وطلع لفوق، يبقى هو ده الفيبر بتاعي. ماشي؟ طيب والفيبر ده بيصعد ممكن يبقى عالق به بعض قطرات الميه، وقطرات الميه دي لو طلعت ونزلت على مع البخار اللي اتكثف بعد كده هيبقى القطرات الميه اللي طالعه دي ميه ملح، فهتغير الكونسنتريشن بتاع البخار اللي طالع. عشان كده لازم يبقى في حاجه اسمها ميست اليمينيتور اللي هي بتستخدم لفصل قطرات الميه العالقه مع البخار اللي هو المتكثف اللي موجود عندي. لازم يبقى عندي حاجه تفصل القطرات بتاع الميه اللي موجوده ديت، وبيبقى طبعا عندي موجود ووتر ديستريبيوشن سيستم اللي انا زي ما قلت انا ما بنزلش الميه على طول، لكن انا بعمل لها عمليه سبراينج او عمليه تفتيت عشان عمليه التبخير بتاعتها تبقى سهله. هنتعامل مع مجموعه من الفلوريدز اللي هتحصل، طبعا في الديستيلد ووتر او كميه الفيبر اللي هتتجمع في النهايه خالص، في عندي الفيد ووتر كميه الميه اللي داخله الام فيد، ومعاها كمان كميه الام في كميه من الميه اللي هي هتعمل كولينج ووتر، كميه الميه اللي بتعمل تبريد للبخار في الكوندنسر وتطلع ما بتكملش، لان دي مجرد بس ان هي بتعمل تكثيف للبخار في الكوندنسر. ادي السيستم او دي الشكل اللي احنا بنقول عليه، تعالى ناخده كده حاجه حاجه. دي الايفابوريتور، ماشي، هنا الكوندنسر. تعالى نشوف الايفابوريتور موجود في ايه. الهيت اكسشنجر كويل بتاعي اهو، ماشي، موجود من فوق اللي هو النظام بتاع الووتر ديستريبيوشن سيستم اللي انا قلت عليه بيعمل تفتيت او ترديد للميه على سطح الايفابوريتور بتاعي، ماشي، موجود هنا اللي هو الاليمينيتور بتاع قطرات الميه العالقه، ماشي، اللي هو الميست اليمينيتور عشان يفصل قطرات الميه اللي موجوده مع البخار المتكون هنا. يبقى اما يطلع هنا يطلع بيور فيبر من فوق هنا كده، الفيبر اللي يطلع يطلع فيبر بيور ما فيش اي قطرات ميه عالقه فيه، فده وظيفته ان اي قطرات ميه طالعه في الجزء ده كده يفصلها وينزلها تاني الى اسفل. ماشي، الجزء اللي فوق ده هو ده بقى اللي بقى فيه البيور فيبر او الفيبر كامل، والميه اللي ما حصلهاش تبخير هي اللي هتتجمع في الجزء اللي تحت ده، يبقى الجزء اللي تحت ده هو ده موجود الميه اللي هي ما اتبخرتش او البراين اللي هي هنا دي. ماشي،
طيب الستيم اللي داخل الايفابوريتور هو ده الهيتنج ستيم اهو، وهيطلع من هنا بعد ما يتكثف. تعالى ناخد حاجه حاجه كده. يبقى انا امشي مع اول حاجه، ادي الستيم، دي الهيتنج ستيم. الهيتنج ستيم ده هيبقى ليه ام دوت ستيم، وليه درجه حراره الغليان اللي جاي بها ودرجه حراره الشبع بها اللي هي تي ستيم اللي هي تي اس. ماشي. الميه، الميه جت هنا بعد ما حصل لها عمليه الترذيذ، ماشي، وجزء منها اتبخر. الجزء اللي اتبقى هو اللي بنقول عليه الريجكتد او الايه او البراين، اللي هو الكتله بتاعته او المعدل الانسياب بتاعه هيبقى الام دوت براين، ودرجه الحراره بتاعته هتبقى التي براين. الستيم ده بعد ما اتكثف هنا بيطلع هو ده الكوندنسد ستيم، نفس الكميه بتاعته نفس ام دوت ستيم، وطلع عند تي اس. يعني بقى كده الستيم درجه حراره الدخول هي تي اس ودرجه حراره الخروج هي تي اس. يبقى معنى كده ان الستيم ما حصلوش اي تغير في درجه الحراره بتاعته، هو فقط فقد اللاتنت هيت، هو داخل ساتوريتد فيبر طلع ساتوريتد ليكويد. يبقى كميه الحراره اللي انا سحبتها منه هي اللاتنت هيت للتكثيف فقط، او اللاتنت هيت للتبخير بتاع البخار الثاني، لكن ما بتحصلش اي سنسبل هيت لان درجه الحراره تحت ثابته، داخل بتي اس اهي وطالع بتي اس برضه. ماشي. يبقى انا كده اتكلمت على الستيم، ادي الدخول وادي الخروج بتاعه. الخروج بتاع البراين بعد ما نزل اهو. ماشي. لما نيجي نشوف بقى الميه من بدايتها خالص، الميه من بدايتها خالص هتدخل على الجزء الثاني اللي هو الكوندنس. ماشي. فين بدايه الدخول بتاعتي؟ داخل هنا الفيد اند كولينج سي ووتر، داخل كميه ميه لازمه لعمليه التكثيف اللي انا بقول عليها الام دوت بتاع الكولينج ووتر، وكميه الميه اللي هي هتدخل للافبريتور بعد كده اللي هي اسمها الام فيد. يبقى مجموع الاثنين دول الام دوت فيد والام دوت كولينج ووتر وداخلين بدرجه حراره اسمها تي كولينج ووتر. طيب دخلوا الكوندنسر وجاي من هنا للكوندنسر الفيبر كمان اللي هو الكون اللي انا عايز اعمل له عمليه تكثيف، يبقى دي البرودكت فيبر اللي هو الام دوت بتاعته يا ام دوت ستريت. ماشي. ودرجه الحراره اللي طالع بها او اللي داخل بها هنا اللي هي التي فيبر او التي بتاع البخار. ماشي. اللي هيتكون بقى هنا وهيدخل بها للسيستم ده تي فيبريتور او تي فيبر اللي هو جاي بها او التي درجه الحراره المتكون بها البخار. البخار ده بعد ما يتكثف هيبقى اللي طالع هو الام دوت ستريت اللي هي الانتاجيه بتاعتي او البرودكتيفيتي بتاعتي بتاع اليونت. ماشي. ونفس الكلام برضو لو هو طالع هنا بتي فيبر، هنا ممكن يحصل له سب كولينج. لما يحصل له سب كولينج يبقى درجه الحراره بتاعته هتقل عن درجه حراره الدخول، يبقى هيفقد اللاتنت هيت ويفقد كمان جزء من السنسبل هيت، عباره عن الفرق ما بين درجه حراره الدخول ودرجه حراره الخروج. انا قلت درجه الحراره اللي طالع بها هي التي ديستليت، في حين ان درجه الحراره اللي داخل بها هي التي افبريتور او التي فيبر. طيب الميه زي ما قلت في جزئين اتنين، جزء وظيفته فقط ان هو يعمل تبريد للفيبر ده او تكثيف للفيبر، وجزء اللي هو هيدخل كفيد لليونت بتاعتي. يبقى كميتين الميه اللي دخلوا هنا دول اللي هي الام دوت اف والام دوت كولينج ووتر اللي هي الفيد والكولينج ووتر، داخلين الاثنين حصل لهم بري هيتنج داخل الكوندنسر نتيجه عمليه التكثيف بتاع البخار اللي حصلت هنا، وبعد كده الاثنين طلعوا هنا عند درجه حراره واحده اسمها تي اف. الاثنين سخنوا بقى درجه حرارتهم الاثنين اسمها تي اف. طيب هل الكميتين الاثنين هيدخلوا للوحده؟ لا، اللي هيدخل للوحده بس هي ام دوت اف او ام دوت فيد، وفي كميه ثانيه هتنطرد لان هي وظيفتها فقط ان كانت تعمل او تساعد في عمليه التكثيف بتاع البخار اللي هي الام دوت بتاع الكولنج ووتر، اللي هي دي هتطلع تنطرد ثاني او عشان تكمل ثاني. يبقى اللي هيكمل يدخل جوه الافبريتور عشان يحصل له عمليه السبراينج هنا هي الام دوت فيد، في حين ان هما الاثنين طالعين بنفس درجه الحراره اللي هي تي اف هنا وتي اف هنا. يبقى دي شكل اللي بيوضح كل الانبوت وكل الاوت للجزئين الاثنين اللي عندي للافبريتور وللكوندنسر. اقدر اعمل بقى ماس بالانس، اقدر اعمل ماتيريال بالانس، اقدر اعمل هيت بالانس على الجزئين الاثنين اللي هو الافريتور، الجزء الاولاني الافريتور والجزء الثاني اللي هو الكوندنسر، وعرفنا مكونات كل جزء والانلت والاوت من كل جزء زي ما هو واضح قدامي على الرسمه دي. دي الكلام اللي احنا قلناه اهو، دي الانتيكسي ووتر اللي داخله، الميه اللي داخله الكوندنسر، داخل كميتين اثنين ام دوت كولينج ووتر وام دوت اف. الاثنين داخلين بدرجه حراره اسمها تي كولينج ووتر، والاثنين داخلين بكونسنتريشن اسمه سي اف، السي بتاع الميه اللي داخله للسيستم من البدايه خالص، السي ووتر اللي انت جايبها من بره. ماشي. طيب بعد ما يحصل لهم بري هيتنج داخل الكوندنسر بيبقى درجه حرارتهم اسمها تي اف. ماشي. الام دوت بتاع الكولينج ووتر دي فقط عملت الوظيفه بتاعتها، هي عملت تكثيف للبخار، يبقى على طول ايه؟ هتطلع بره او باك تو ذا سي، خلاص مش حاجه تاني هرميها او هتخلص منها. حين لان هي وظيفتها زي ما قلت الفانكشن بتاع الكولينج ووتر ده في الكوندنسر هي عمليه الايه؟ الريموفمنت بتاع الاكسس هيت ادي تو ذا سيستم، هي وظيفتها انها تساعد في عمليه التبريد وخلاص وشق من كده، وبعد كده ما لهاش وظيفه ثانيه فبتطلع تاني او بترجع تاني. ماشي.
يبقى هي بتتخلص فقط من الاكسس هيت اللي خدها الفيبر داخل الهيتنج سيستم او داخل الايه؟ الافبوريتور. ماشي؟ لكن اللي هتغذي السيستم بعد كده او اللي هتدخل السيستم عشان يحصل لها عمليه تبخير هي زي ما قلت اللي هي الام دوت ايه؟ الام دوت اف اللي هي الام دوت في. ماشي؟ الام دوت في ديت بتطلع من الكوندنسر او بتبقى داخله الاول الكوندنسر عند تي كولنج ووتر اللي هي نفس درجه حراره الدخول اللي احنا قلنا عليها هنا، وبتسخن لنفس درجه حراره الخروج من الكوندنسر اللي هي تي اف برضه، هي تي اف. ماشي؟ وبعد كده هي ديت اللي هتدخل عشان تكمل الاداء بتاع السيستم بتاعي، هي اللي بيدخل يحصل لها ديستريبيوتد عشان جزء منها يتبخر وجزء منها يتجمع تحت وهكذا. ماشي؟ الام دوت فيد ديت بقى بتتقسم لجزئين بعد كده، جزء اللي هو هيتكون كفيبر اللي انا هرجع اكثفه بعد كده ويبقى هو دي الانتاجيه بتاع الوحده اللي هي الام دوت ستريت. ماشي؟ دي البخار اللي اتكون داخل الافبريتور. والجزء الثاني اللي هو عايز تنيه زي ما هو وما يحصلوش تبخير وبعمل له ريجكتد اللي هو الام دوت برايم، كميه اللي مش هيحصل لها تبخير داخل الافبريتور. طيب هنا بيقول لي الكوندنسيشن تمبريتشر دي هي دي الاساس، يعني درجه الغليان او درجه التبخير ديت هم دول الاساس بتاع السيستم بتاعي، فبتحكم في درجه حراره الكوندنسيشن تمبريتشر اللي هي داخل الكوندنسر عن طريق مجموعه من الحاجات، عن طريق الام دوت بتاع الكولنج ووتر، الام دوت اللي انا مدخلها تعمل كولنج ووتر. طبعا كل ما ازود كميه الكولنج ووتر ديت يبقى معنى كده ان كميه الحراره اللي انا هسحبها او هاخدها تزيد، وبالتالي مش دلتا تي اكتر لان انا عندي كيو معينه، الكيو المعينه دي بتخلص منها يا اما بام دوت كبيره يا اما بدلتا تي كبيره. الفيد ووتر تمبريتشر درجه الحراره بتاع المصدر، انت جايب الميه دي من درجه حراره قد ايه؟ في الغالب بتبقى الامبيانت تمبريتشر او اقل من الامبيانت تمبريتشر شويه على حسب درجه حراره الدخول اللي داخله بها الميه من البدايه خالص اللي هي التي بتاع الكولينج ووتر. الحاجه الثالثه اللي بتاثر الهيت ترانسفير اريا، الاريا بتاع الكوندنسر، ما انا عارف ان الكيو عباره عن اليو في الاي في الدلتا تي، يبقى الاي هنا لها تاثير على كميه الحراره وبالتالي لها تاثير على الام دوت. الاوفر اول هيت ترانسفير كوفيشن اليو بتاع الكوندنسر، كل او البارامترز دي كلها بتاثر في تحديد درجه حراره الكوندنسيشن بتاع البخار داخل الكوندنسر. الكوندنسر وظيفته في السيستم ايه؟ الكوندنسر ليه ثلاث وظائف هنا في السيستم ده. اول حاجه اللي هو ريموف ذا اكسس اير اكسس هيت فروم ذا سيستم، هو بيتخلص من كميه الحراره اللي موجوده داخل السيستم، هو اللي بيعمل تكثيف للبخار اللي عندي. الحاجه الثانيه امبروفز ذا بروسيس جين اوت بوت ريشيو، الجين اوت بوت ريشيو هي عباره عن الام دوت ديستليت على الام دوت ستيم زي ما قلت قبل كده، عشان احسن الجين اوت بوت ريشيو يبقى محتاج ازود الام دوت بتاع الديستليت. ماشي؟ فكل ما فاذا وظيفه الكوندنسر ان هو كل ما الكوندنسر اداؤه يبقى افضل كل ما الام دوت ديستليت هتبقى اكبر، وبالتالي كل ما الجين اوت بوت هتبقى اكبر. الحاجه الثالثه ادجاست ذا بويلنج تمبريتشر انسايد ذا افريتور، لان بناء على درجه الحراره اللي هتطلع من الكوندنسر اللي هي التي اف بتاع الميه هيترتب لها او تبع لها هتتحدد درجه حراره البويلنج تمبريتشر او درجه حراره الايفوريشن تمبريتشر داخل المبخر بتاعه. داخل الايفوريتور ايه اللي بيحصل؟ زي ما قلت الفيد ووتر بيحصل لها سبريد، بيحصل لها ترذيذ على الانابيب بتاعتي. ماشي؟ وبتنزل الميه من اعلى الى اسفل كده بصوره فيلم على الانابيب. ماشي؟ على الصفوف بتاع الانابيب من الصف الاعلى للصف الاقل وهكذا. الانابيب هنا بتبقى موجوده قلت ممكن تبقى فيرتيكال او ممكن هوريزونتال، انا هنا فرض او حاططها ان هي ارينجد هوريزونتالي او موجوده في صفوف افقيه تحت بعضها. ماشي؟ الميه دي لما بتنزل بتبقى تسخن، ماشي، وجزء منها يتبخر، الكلام ده بيتم عن طريق الكوندنسيشن، ماشي، بتاع الساتوريتد هيتنج ستيم، الستيم اللي انت جايبه كهيت سورس بالنسبه لك من الغلايه او من السولار كوليكتور او من اي مصدر، الستيم ده بيبدا يتكثف وبيفقد اللاتنت هيت او بيفقد الحراره بتاعتي. ماشي؟ فبالتالي الميه بتسخن. ماشي؟ الاول الميه بتسخن من درجه الحراره اللي داخله بها، هي داخله بتي اف، ماشي، لغايه ما توصل لدرجه حراره الغليان اللي هي البويلنج تمبريتشر اللي هي تي بي او التي بويلنج. ماشي؟ ولما كده اكتسبت سنسبل هيت اللي هي زودت درجه الحراره بتاعتها من التي اف لغايه التي بويلنج. طب وصلت للتي بويلنج او الساتوريشن تمبريتشر اللي هيحصل عندها الغليان، لو جيت اسخنها بعد كده خلاص مش هيحصل تسخين، هيحصل تبخير. ماشي؟ فيبدا يتكون جزء من البخار اللي هو بتعبر عنه الام دوت ديستليت او الام دوت فيبر، واللي هي المفروض تبقى زي ما قلت فري اوف سولتس، ما
ما فيهاش اي ملح، عشان كده بقول ان لو في اي قطرات من الميه طلعت ده هتاثر على التركيز بتاع الميه اللي هيطلع، عشان كده بيبقى موجود اللي هو الميست اليمينيتور عشان يفصل قطرات الميه العالقه بالبخار ما تطلعش الى اعلى. ماشي، التغير بتاع درجات الحراره دي هيبين ده، هنشوفه في الفيجر اللي جاي في فيجر 6. شو ذا تمبريتشر اوف جنريتد فيبر، دي فيبر درجه حراره البخار اللي اتكون قد ايه في الافبوريتور او الدي افبوريتور. ماشي، بتبقى اقل من درجه حراره البويلنج بحاجه اسمها البويلنج بوينت اليفيجن بي بي اي. ماشي، يعني هو بيقول لي ان درجه حراره البويلنج بتاع سطح التسخين لدرجه حراره البخار اللي اتكون وحصل له جنريتد بيبقى درجه حرارته اقل بجزء على فكره، بيبقى في حدود درجه مئويه، ما بتزيدش عن درجه مئويه. ماشي، نتيجه عمليه التمبريتشر جريدنت اللي بيحصل في الاتجاه الرأس كده، الغليان الميه سطح الغليان هي التي بي او دي بتاع البويلنج، تكون الفيبر اللي تكون فوق دي درجه حرارته اقل بجزء صغير كده، الجزء ده بيسميه بويلنج بوينت ديفيجن، والاختصار او الابريفيشن بتاعه اللي هو موجود اللي هو بي بي اي. هنشوف الكلام ده على الشكل رقم 6 دلوقتي. ونفس الفرق ده هيبقى موجود ما بين درجه حراره الكوندنسد فيبر اللي هي التي كوندنسد. ماشي، بتبقى اقل من الفيبر اللي اتكون، يعني البخار تبقى قلت اتكون عند تي فيبر، درجه حراره البخار اللي طلع دي تي فيبر. طب البخار ده بعد ما اتكثف بتبقى درجه حرارته اسمها تي ديستليت. ماشي، تي ديستليت دي بتبقى اقل من التي فيبر نتيجه مجموعه من الحاجات اللي بتاثر عليها او اللوسز اللي بتاثر. ماشي، اللي هي lower than the temperature of the generated vapor by losses. ماشي، اللوسز ديت نتيجه المستر، نتيجه الترانسميشن لاين، نتيجه الكوندنسيشن. ماشي، بتبقى درجه حراره الديستليت اللي طالع اقل من درجه حراره الفيبر اللي متكون برضه دلتا تي. ماشي، او فرق ما بين درجه دي ودي بيبقى دلتا تي. هو ده الشكل اللي احنا بنقول عليه. تعالى نتتبع الجزء الاولاني ده هو دي الايفابوريتور، والجزء الثاني ده هو دي الكوندنسر. ماشي، تعالى نحط درجات الحراره اللي احنا اتكلمنا عليها. احنا اتكلمنا على درجه حراره ايه؟ تي اس، تي ستيم. هل الستيم درجه حرارته بتتغير؟ لا، الستيم بيدخل بتي اس ويطلع بتي اس، يبقى التي اللي فوق ده دي الهيتنج ستيمر. الهيتنج ستيم ما بيحصلوش اي سنسبل كولينج، درجه حرارته ما بتقلش، ما بيفقدش اي سنسبل كولينج. ماشي، ولكن فقط زي ما قلت هو بيفقد اللاتنت هيت، فعشان كده دي اعلى درجه حراره موجوده في السيستم بتاعي ودي ثابته ما بتتغيرش. يبقى الستيم بيدخل هنا ساتوريتد فيبر بيتكثف ويطلع ساتوريتد ليكويد، وبالتالي التي اس بتاعته بتخليها ثابته. طيب يلي التي اس درجه حراره اللي بعدها هي درجه حراره البويلنج، درجه حراره الغليان بتاع الميه اللي هي نفسها درجه حراره البرايد. ماشي، طب البخار اللي اتكون درجه حرارته بتبقى اقل من دي بفرق اسمه زي ما قلت بي بي اي اللي هي البويلنج بوينت. ماشي، ايه الليفيشن. ماشي، يبقى في دلتا تي ما بين التي بويلنج او التي بتاع البراين ودرجه حراره البخار. التي بويلنج هي نفسها التي بتاع البراين. ماشي، لكن التي فيبر هي درجه حراره البخار اللي اتكون او الفورمد ايه فيبر. فبيبقى في دلتا تي، دلتا تي صغيره قوي على فكره، بتتحسب المعادله امبريكال فورمولا هنشوفها دلوقتي، بتبقى عباره في حدود اقل من درجه مئويه، يعني بعض الناس ممكن ما ياخدهاش لان احنا حاطين حاجه الاكشوال بالظبط بالنسبه للسيستم بتاعي. ماشي، طيب الفيبر اللي عندي ده هي درجه حرارته تي فيبر. ماشي، ودي درجه تي بي اللي هي درجه حراره البويلنج او درجه حراره البراين، والتي اس اللي هي درجه حراره الستيم. يبقى دول الثلاث درجات حراره اللي موجوده عندي داخل الايه؟ الايفابوريتور. ماشي، طيب لما اجي اشوف هكمل مع البخار، البخار اللي اتكون هنا درجه حرارته تي في، دخل بعد كده على الكوندنسر. ماشي، لو هو دخل على الكوندنسر وحصل له كوندنسيشن بس كانت درجه الحراره بتاعتها ثابته هي نفسها تي في، يعني كان هيطلع الديستليت بنفس درجه الحراره دي، لكن داخل الكوندنسر درجه حرارته بتقل لتي ديستليت اللي هي التي دي اللي هي درجه الحراره بتاع الكوندنسد ووتر. ماشي، يعني الميه اللي هتبقى طالعه المفروض هتبقى طالعه سب كول لان درجه الحراره بتاعتها اقل من درجه حراره الايه؟ الفيبر، او من درجه حراره الايه؟ الغليان اللي هو متكون عندها البخار. الفرق ده بيحصل نتيجه زي ما قلت اللوسز اللي بتحصل في التمستر، في الترانسميشن لاين، في الكوندنس ايه كوندنسر لوسز او اللوس اللي بتحصل داخل الكوندنسر بتاعي، هي دي اللي بتعمل فرق ما بين درجه حراره البخار وما بين درجه حراره الميه بعد ما اتكثفت او بعد ما طلعت من الكوندنسر عند تي ديستليت. يبقى هي دي الدلتا تي الثانيه اللي احنا بنقول عليها. طيب الميه بقى، الميه اقل درجه حراره داخله بها للسيستم بتاعي اللي هي التي بتاع الكولينج ووتر، اللي بيبقى داخل هنا عند النقطه دهيت كميتين اتنين ام دوت اف وام دوت كولينج ووتر، الاثنين دول بيحصل لهم بري هيتنج درجه حرارتهم بتزيد لغايه ما يطلعوا من الكوندنسر. الاثنين بيطلعوا من الكوندنسر عند ايه؟ عند تي اف.
عند النقطه اللي هي بيحصل له ريجكتد للسي تاني او بيرجع للسي تاني اللي هو الام دوت بتاع الكولينج ووتر، والجزء الثاني اللي هو الام دوت فيد هو ده اللي هيكمل ويدخل جوه الايه؟ الايفابوريتور. الميه اللي داخله جوه الايفابوريتور دي داخله تي اف، تي اف ديت اقل من تي بويلنج، يبقى الميه دي مش هيحصل لها تبخير، ده هي طالعه داخله سب كولد ليكويد او كومبريسد ليكويد، يبقى الاول لازم تسخن من التي اف لغايه ما توصل للتي بي اللي هي البويلنج تمبريتشر او البراين تمبريتشر، يبقى كده بتكتسب سنسبل هيت هنا. وصلت هنا بعد كده تبدا يحصل لها عمليه الايفابوريشن، اثناء ما بيحصل لها عمليه الايفابوريشن درجه الحراره طبعا متفقين انها بتنيها ثابته ماشي. يبقى دي كده شكل الايه؟ الانسياب بالنسبه او التغير بتاع درجه حراره الكولينج ووتر، في كولينج ووتر تزيد تي اف تزيد لتي بي وتثبت بيحصل لها عمليه الايفابوريشن بالشكل ده ماشي. درجه حراره الستيم اللي داخل ثابته ولكن هو فقط بيفقد اللاتنت هيت، درجه حراره الفيبر اللي اتكون اللي هي بتبقى اقل من درجه حراره الغليان او درجه حراره البويلنج او درجه حراره البراين بدلتا تي اللي اسمها البويلنج بوينت اليفيجن ماشي. وبعد كده الفيبر ده درجه حرارته بتقل بعد ما بيتكثف، المفروض كان يتتنها ثابته لكن نتيجه الهيت لوسز اللي بتحصل فبتطلع في اقل بشويه اللي هي التي ديستليت، والدلتا تي دي زي ما قلت مسبباتها اللوس اللي بتحصل في الدمستر وفي الترانسميشن لاين وفي الكوندنسر لوس ماشي. دي كده شكل توزيع درجات الحراره داخل الافريتور وشكل توزيع درجات الحراره داخل الكوندنسر. طبعا بستفيد بده واستفيد بده لما اجي احسب حاجه قلناها قبل كده لوجاريتمك مين تمبريتشر ديفرنس، فرق درجات الحراره، لما اجي اصمم المساحه بتاع الافريتور والمساحه بتاع الكوندنسر اطبق القانون ان الكيو بتساوي يو في اي في دلتا تي مين. هحسب دلتا تي مين ازاي؟ هحسب دلتا تي مين للافريتور عن طريق درجات الحراره اللي موجوده هنا ديت، وهحسب دلتا تي للكوندنسر عن طريق درجات الحراره اللي موجوده هنا ديت. الموديلنج بتاع السنجل افكت ايفابوريشن سيستم هنقسمه لمجموعه اجزاء لخمس اجزاء. الجزء الاولاني فيهم هعمل ماس وماتيريال بالانس، ودي اللي انا هعمله بس في الجزء ده دلوقتي، ودي اللي هيبقى باقي لنا في الجزء ده. الجزء الثاني ايفابوريتور وكوندنسر انرجي بالانس، هعمل انرجي بالانس على الايفابوريتور وهعمل انرجي بالانس على الكوندنسر عشان احسب الكيو بتاع الايفابوريتور والكيو بتاع الكوندنسر ماشي. الجزء الثالث هحسب البويلنج بوينت اليفيجن والثيرموديناميك لوسز، لان الهدف من دول عشان احسب درجات الحراره المتبقيه عشان لما اجي اعمل ديزاين للمساحه بتاع الايفابوريتور والكوندنسر سيرفيس اريا، يبقى انا محتاج اكون درجات الحراره كلها معلومه عشان معلومه درجات الحراره اللي ناقصه اقدر احسب الدلتا تي مين للايفابوريتور واحسب الدلتا تي مين للكوندنسر، وبالتالي اقدر اجيب الكوندنسر اريا والايفابوريتور اريا من تحت السطح بتاع الكوندنسر ومن تحت السطح بتاع الايفابوريتور ماشي. طبعا عشان اجيب مساحه السطح واجيب درجات الحراره يبقى لازم يكون كمان معلوم الاوفر اول هيت ترانسفير كوفيشن، هنعرف بتحسب ازاي، وان كنا هنا هنحسبه عن طريق اكسبيرمنتال او امبيريكال فورمولا، وانا اديهولك على طول كداتا في المساله، لازم هنشوف لما نيجي نتكلم على الجزء اللي هنبقى نحل فيه مساله او ديزاين كامله لسنجل في الجزء اللي هو الرابع ان شاء الله. وفي النهايه خالص بعد ما اعمل الاربع مراحل دول هنعمل سامري للبرفورمانس بارامترز، ايه بقى البارامترز اللي احنا بنحسبها هنا؟ هل بنحسب هنا الجيند او البوت ريشيو، ولا بنحسب برفورمانس ريشيو، ولا بنحسب ريكفري ريشيو، ولا بنحسب هيت ريكفري ريشيو او اي هيت ريكفري ريشيو، الاربع بارامترز اللي احنا قلنا عليهم قبل كده في تقييم منظومات التحليل. زي ما قلت هبدا بالماتيريال والماس بالانس ماشي. لل overall mass and salt balance assume that the distilled water is salt free ماشي. طبعا كميه الديستيلد اللي هتطلع احنا بنفترض ان هي دي بخار بيور فيبر، ولما تتكثف تبقى بيور ووتر ما فيهاش اي كونسنتريشن او تركيز الملح فيها بيساوي زيرو. عشان كده لما اجي اعمل الماس بالانس، الماس بالانس ان الام دوت فيد، الام دوت اللي داخله للايفابوريتور هي ام دوت فيد، الام دوت فيد دي بتتقسم لجزئين، جزء بيحصل له تبخير اللي هو الام دوت ديستليت وبعد كده بيتكثف، وجزء ايه اللي هو البويلنج او البراين او الان ايفابوريتد ووتر اللي هو البويلنج او البراين ووتر ماشي اللي هتتنيها واللي هيحصل لها بعد كده ريجكتد من الايفابوريتور ماشي. يبقى ام دوت اف الام دوت اللي داخله الايفابوريتور بيساوي الام دوت اللي اتبخرت اللي هو الام دوت ديستليت، والام دوت اللي ما اتبخرتش اللي هو الام دوت بتاع البراين. طيب الماتيريال بالانس اللي انا بدخل بقى الكونسنتريشن موجود عندي، اللي داخل عندي داخل ام دوت اف وتركيز الملح فيها سي اف بيساوي ام دوت بي والكونسنتريشن اللي هتطلع بي سي بي. طب المفروض يبقى في ترم كمان هنا اللي هو ام دوت ديستريت في التركيز بتاع الديستريت، بس احنا اتفقنا ان الديستريت بتاعي
سالت فري، يبقى الكونسنتريشن فيه بيساوي صفر، والترم الثالث اللي موجود هنا اللي هو الام دوت ستيت في السي بتاع الستيت، لان السي بتاع الستيت بصفر، عشان كده انا ما حطيتوش في المعادله على طول، يبقى ام دوت اف سي اف بتساوي ام دوت براين في سي براين. زي ما قلت الام هي الماس ريت، السي اللي هي السالت كونسنتريشن، ماشي. سبسكريبت بي ودي واف، بي براين، اف فيد، دي ديستريت اهي، ماشي. اللي هي ريجكت براين والديستريت، البي سمول اللي هي ريجكت براين، الدي اللي هي ديستريت، والاف اللي هي الفيد. إيه لما عوض في الايكويشن واحد دول الايكويشن اثنين مع بعض، ماشي. الايكويشن واحد كان بي يوز تو اليمينيت ام دوت اف من الايكويشن اثنين، وبالتالي اقدر اجيب جنريت ريليشن بتوين ام بي وام دي، اجيب معادله ما بين الام براين، الام بتاع الميه اللي ريجكتد، والام بتاع الديستليت او الفيبر اللي هيتكون، ماشي. بالشكل دي كده، ان الام دوت براين بتساوي الام دوت ستريت في مضروبه في النسبه دي اللي هي سي اف على السي براين ناقص السي اف. بالمثل ممكن اجيب الام دوت اف، ماشي، زي ما جبت ام دوت براين، ماشي. هنا ممكن اجيب كمان الام دوت براين كان بي اليمينيتد من الايكويشن رقم 2، وتبقى المعادله بتاعتي بدل ما كانت ما بين ام دوت براين وام دوت ستريت، لا تبقى ما بين ام دوت اف وام دوت ستريت، ماشي. يبقى اقدر اجيب ام دوت اف بدل الام دوت ستريت بنفس الطريقه، ان الام دوت اف بيساوي الام دوت ستريت في نسبه التركيز ديت اللي هي السي براين على السي براين ناقص السي اف. دي كده الماس والماتيريال بالانس، ماشي، اللي هو الجزء الاولاني اللي احنا قلنا عليه، ماشي. ومن الخمس حاجات اللي احنا هنعملهم في الموديل بتاع السيستم بتاعي، يبقى عملت ماس بالانس وعملت ماتيريال بالانس، وقدرت اربط الكتل كلها او الماس فلويد كله ببعضه. اقدر اجيب من المعادله دي الام دوت براين بدلاله الام دوت ستريت، اقدر اجيب من المعادله دي الام دوت اف بدلاله الام دوت ستريت، ايهما ايه اللي معلوم وايه اللي مش معلوم، اقدر اجيب بدلاله ايه اللي واش معلومه او اللي واش معلومه بدلاله المعلومه منهم، يعني ماشي. التركيز بتاع الميه اللي داخله اللي هي السي اف بيبقى المفروض بيبقى بقى معلوم بالنسبه لي، تركيز البراين، تركيز الديسبليت، طبعا الديسبليت قلنا تركيزه بصفر، وهنا برضو تركيز البراين وتركيز السي اف، ماشي، ده بقى موجود بالشكل ده كده. دي ان شاء الله دي نهايه الجزء رقم 2، بنكمل بعد كده اللي هو اعمل بقى انرجي بالانس وانرجي بالانس كل من الكوندنسر والليبريتور اللي هو الخطوه الثانيه في الموديل بتاعي. في الجزء الثالث ان شاء الله هنكمل في ان شاء الله الجزء بتاع الحسابات بتاع السيستم، وفي الجزء الرابع اللي هو هيبقى اخر جزء هنا هو هيبقى عباره عن مثال بقى محلول بالارقام كتطبيق على الحسابات ديت زي ما احنا شايفين. ان شاء الله كده نكمل ان شاء الله في الجزء الثالث، ودي كده نهايه الجزء الثاني، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.